السلام عليكم غوالي، فيديو جديد بسوق الملحاني، بداية الفيديو من مهنة البساطة. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة، لا تنسونا باللايك والاشتراك، ربي يحفظ الجميع. قناة محمد تيفي. على ايش قد اخوي هالقفاص مال الدجاج؟ الواحد على 15000. قفص مال الدجاج او كن مال الدجاج يسموه. هذا الباب مالته، هاي منا شاده بالسيم، مو عاشت ايدك. هاي الباب هنا شاده بالسيم اخواننا الاعزاء. هاي بسم الله، هذا الباب مالته. عندنا اكبر هم يصير بجاسم. بيش الاكبر يصير ان شاء الله؟ ها عيني كبير ب 15، وهذا هم ب 15 مو؟ العفو كبير ب 20، وهذا ب 15. مسات اشكال. هذا الكرسي. هذا الكرسي 15 الواحد. كرسي ب 15. القنفه تصير ب 25. ام الاثنين. ام النفرين. زين اللي يريد له تخم تعرف هذا تراثي حلو يتخلى بالحديقه. اي صح. اي. التخم يصير اربع كراسي، قنفتين. اي. وطبلتين وميز. بيش؟ ب 140. ربي يرزقك يا طيب. هذا الكرسي ب 15000. ام النفرين 25. والتخم 140؟ التخم 140. تخم 140. شغل درجة أولى. ورد. طيبين أنتم. الله يسلمك عمري. هاي هنا عنده كراسي مفصلات اخواننا الأعزاء كاملات. هذا القن مال الدجاج. عنده ب 15 وعنده ب 20، والصغير مال الأفراخ؟ الصغير. ربي يرزقك يا غالي. هذا العمود يبدي من ال 3000 دينار لحد ال 25000. هذا العمود اخواننا الاعزاء انواع كثيره. لحد الان احنا ب 2024 واكو عالم بيوتها مسقفه من العمدان. واي قياسات بالعمود. من ال 3000 دينار لحد 20 25000. هنا الحلال والسياج، هذا البقلاوه يسموه، هاي العماريه يسموها. الله يساعدهم قلبي. بيش هاي العماريه؟ ب 10000. الحله على ايش قد؟ حله ب 750 جمله ذهب. الكرسي على 15000. احنا طبعا من الداعمين وقناة محمد تي في داعمة المهنة البساطة. هذا ب 25 حبيبي، والصغير ب 15. قواهم الله طيبين. سياج البقلاوة. أحسنت، جيد. رقم تليفونك حبيبي؟ 0771524589. حياك الله أخوي. البارية على ايش قد البارية؟ يعني عندك قياسات ان شاء الله. عاش ايدك يا طيب. هذا السياج البقلاوه والباريه. عيني هذا الميز على ايش قد الميز؟ ميز مال طعام كلش حلو تخلوه بالحديقه بالمقاهي ب 15000. عاش ايدك حبيبي. قفاص البلابل. قفاص البلابل على 10000. ايابا يروحون يزعلون علينا جماعه البلابل، اهم شيء جماعه البلابل. الواحد على 10000 والاصغر منه اللي تسوي؟ اكو على 8 واكو على 7. ذهب 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 صافي. هذا اخونا الطيب. رقم تليفونك مرة ثانية. 0772426719. حياكم الله وأنا من الداعمين لكم، وأسأل الله أن يرزقكم يا طيبين. شلونك يا أخوي العزيز؟ شلون صحتك؟ مرتاح إن شاء الله. عيني هاي العمود والأشجار هاي اللي مقطعيها، شلون تبدي أسعارها؟ عندنا هذا ب 5000 الواحد، طوله 4 أمتار. نعم. عمود خشن حلو مال سقوف مال تكمه مال قالب كل شيء يرحم. جيد. الانعم منه هذا على ايش قد؟ الانعم منه ب 3000. 3000 موجودين. ب 2000 ب 3000 5000. اي هذا الخشن سعره 15000. هذا ب 15. خشن هذا الجسر هذه تسميه. عاشت ايدك حبيبي. حبيبي لان عالمك لحد هسه 2024 2024 مسقفين مسقفين بيوتهم خطيه. صحيح. حالتهم الماديه شويه تعبانه. اسال الله ان يرزقهم يحفظهم ان شاء الله. احنا داعمين المهنة البساطة. عيني حب عندك؟ حب موجود. شوفنا الحب يرحم والديك. هذا السياج البقلاوة هذا بيش؟ هذا السياج ب 17000. مال قصب هذا؟ قصب. قصب هذا سياج مال قصب ب 17000. ب 17000. هذا شنو؟ هذا قاعدة مال حب. هاي قاعدة مال حب. وعندك حب؟ بيش الحب؟ الحب ب 15000 الصغير هو الكرسي. نعم. والكبير ب 20 هو الكرسي. يعني هذا مات القاعدة مات. عاشت ايدك حبيبي. ب 20 وبيش ب 15؟ ذهب صافي مع القاعدة مالته. اي كامل. كامل. بارك الله بيك يا طيب. شكرا جزيلا، سوينا زحمة عليك. هلا بيك، لا تدلل.
وهاي الوجبه مال الطور الفخار قواهم الله طيبين كبير وصغير شو صحه الطور الصغير والكبير بيش هذا كبير ب 4000 سعر جمله وصغير ب 3000 هذا مال الحمام يفيد خصوصا في فصل الصيف اي بالضبط يبقى المي بارد أي. يفيد هذا اخواننا الاعزاء جمله مفرد وبخدمه الطيبين هو القاعده هذا سعره 6000 دينار الحب الصغير القاعده مالته هذا هو القاعدة 8000 موجودة القاعدة مالت موجودة أيه. عاشت ايدك يا طيب هذا الحب أنا برسر هذا اني مال اخونا طيب حميد زوج على 40000 أنا برسر هذا اني زوج على 40000 طيرة وفحل ذني رمانيات مكعكلات ب50000 وبهم مجال ذني ب50000 وبهم مجال رمانيات مكعكلات اي جايك حبيب ذني ارافل بسود ب30000 ارافل بسود زوجهن 30000 ذني الحمر مال المطيار الزوج على 20000 بيعه وحده الزوج على 20000 وياهن ارفلي بسود واشعل بسود وياهن هذا ارفلي ابيض الزوج على 20 شاهد اخواننا الاعزاء اني مال المطيار هاي الحمر مال المطيار الزوج على 20000 تاك على 10 تلقيض بيعه وحده مو مشكله الرمانيات ب50 وبهم مجال والارافل الاسود ب30000 العنابر الزوج على 40000 هنادي الزوج على 40 الهنادي الزوج على 40000 امهات عيون السود ذني مطيار هنادي مال مطيار ذني التاك على 10000 ثلاثة ب30 ذني تك ب10 ذني البرص ب30000 طيرة وفحل ب30000 برص ذني ب30000 شداري الزوج على 25000 هاي الشداري اخواننا الاعزاء زوج 25000 ذني الهنادي حبيب زوج على 40 هاي الهنادي زوج على 40 زوج على ايش قد ذني كاتب علي قحطان هذاك هذا زوج 10 بيهن الزوج على 10000 وبيهن الزوج على 25000 ذني الفوق حبيب ذني ب30000 زناقي الزوج على 75000 والبنابك هذني 100 هذني 100 البنابك طيره وفحل زوجات الزناقي طيره وفحل طيره وفحل زوج على 75 هاي الافريقيات الزوج على 50 الافريقيات ذني الزوج على 50 وهاي الزاجله البخاريه الزاجله البخاريه ب5 وذني ب50 الافريقيات الدجاجة العربية الوحدة على 20 الزوج على 35 هذني فروجات اثنينهن ب25 هذني مو عربيات الهجين هذا اثنينهن ب25 ذني هاي الدجاجة العربية سعرها 20000 الفسيفس الفحل او الديك الرومي الواحد على 75000 الواحد على 75000 الفسيفس او الديك الرومي فحل ذني
اذني الواحد على 75,000 وهذا واحد 100 هذا واحد 100 هذا 100 اذني الواحد على 75 كلهن في حله بشات المصريات ب 25,000 والبشه العراقيه ب 10 وحدها ذني البشات المصريات اثنينهم 25,000 مثي وفحل هاي البشه العراقيه وحدها ب 10,000 هذا الارنب 7,000 سعره 7,000 هذا بسبع الأرنب نثية بخمسة وثلاثين والفحل عنده بخمسين وعنده بخمسة وسبعين هذا اني لبسي افسات اني ثلاثة ثنف حل الواحد على خمسين هاي النثية بخمسة وثلاثين وهذا الفحل وحده بخمسة وسبعين ديو شهراتيات ذن اثنينهن ميتين الف نهايتهن مواصلات 150 وما باعيهن ديو شهراتيات خوان ما شاء الله طائر السمان الزوج على 5,000 السمانات ذني الزوج على 5,000 سمان عراقي الزوج على 5,000 هذني ب 25,000 طيرة وفحل زواج البيضات اول بيضة والجواهن عمو هذني ايضا ب 25,000 هذني جواهن فرخات هذني جواهن فرخات شاهد اخواننا الاعزاء هذني التيادي الزوج على 50,000 تيديات ذني الزوج على 50,000 عبر عيني زوج على 10,000 عنابر سرى زوج على 10,000 هاي العنابر محل العم ابو ياسر سوق الملحاني طبعا هنا عنده مجموعه مال حمام مساكي وتور وزواجل تور امهات عيون السود زبيريات عيني نبدي بالتور العاديات مال المطيار الزوج على ايش قد؟ الزوج على 7 امهات عيون السود الرمانيات الرمانيات على 10 الزوج على 10 هذني الزبيريات الزبيريات هذني ذني الزبيريات الزبيريات اي هذا ب 15 الزواجل 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 بصفر اي الزوج على 8 هنا الزوج على 7 الزوج على 8 الزوج على 10 والزبيريات بيش قلت لي؟ الزبيريات ب 10 يبدي سعر الزوج من 7,000 لحد 10,000 المساكي بيش؟ واحد بخمسة تك على 5 الزوج ب 10 ربي رزقك يا غالي اي هسه راح نصور الحمر تدلل هاي الحمر على ايش قد؟ الحمر على 12 الزوج على 12 هاي الحمر والتور؟ التور على 8 التور على 8 ولايف ذني ما سطح التور تور ولايف حمر على 12 وياهن ذني ايش علب اسود الحمر؟ وياهن ذني ايش علب اسود؟ يا الحمر؟ عاشيدة تور ولايف على 8 والحمر على 12 محل العم ابو ياسر بيد ذني هذني تور ولايف بيهن رمانيات بيهن بصفر بيهن بزرق بيهن حباري بيتنجانيات زوج على 10,000 يم العم ابو ياسر بسوق الملحاني تعالوا له ما يقصر ياكم قبال محل ابو جعفر ما يتيه رحمة على والديك عم ابو ياسر ليش هذا مال مصلحه
هذا بالمصلحة بعشرة. هذا بعشرة. والدجاجة هاي اللوهمان بعم بعشرة. بعشرة. وذني برقيبة أنا 15. الواحد بخمستعش برقيبة الواحد بخمستعش. العدد ثلاثة. يما أخونا الطيب قاسم سوق الملحاني وعنده هذني البلابل على شقد؟ على 12. تك على 12 هاي البلابل. بلابل وحشيات التك على 12000. بالإضافة عنده انواع البيض. الطبقة صارت 11. بيض الدجاج العربي 11. مال اكل ومال تفقيس. مال اكل وتفقيس. عاشتي لك. هذا بيض البطن. بيض البطن 1500. الوحدة على 1500. ايش عندك بعد حبيبي؟ هراتي 750. بيضة الدجاج الهراتي على 750. ولف سيفس. لف سيفس 750. لف سيفس على 750. هنا ابيض البش. عاشتي لك. على 10. طبقة ب10. وربي رزقك حبيبي. محل قاسم وجاسم سوق الملحاني. هاي ارقام تليفوناتهم. مكتب العزاوي على الراس حبيبي قاسم الطيب. هذا الديتش العربي ب 15000. يم الحجي ابو مصطفى. طيب عندي بعد اكبر من نبيب على 20. اي هسه نشوفن. هذني الديوتش الواحد على 20000 وبهم مجال مو سعر نهائي. ديوتش عربيات الواحد على 20000. زوج على شقد عم ابو مصطفى؟ زوج على 5000. هاي الافراخ يم الحج الطيب ابو مصطفى. الله يسلمك. الله الوان حلوه ذني. اي جيب لنا اياها من هناك يرحم والديك. شغل قلوب نايت حركين حلوات. عاشت ايدك. مبينات ذني ديوتش من الدجاجات كبار ما شاء الله. هذا بيض الدجاج الهراتي. بيش الطبقه؟ هسه البيضة ب 2000 دينار. البيضة على 2000 مضمون ان شاء الله؟ والله ملقح ان شاء الله. هذا ما ان شاء الله. بيض الدجاج العربي على شقد؟ هذا؟ اي والله اي. بيش الطبقة؟ والله حسب 13 طبقة. طبقة ب 13. اكل وتفقيس. اكل وتفقيس. عاشت ايدك. هذا هراتي همين؟ هذا هراتي. بيضة على 2000. اي وهذا بيضة على 2000. وهذا كوجن؟ اسباني. اسباني. بيش البيضة على 2000. الهراتي والاسباني البيضة على 2000. ربي رزقك عم ابو مصطفى طيب. والطبقة مال بيض الدجاج العربي ب 13000. هذا سعره 20000. ديتش عربي ابيض خشن ما شاء الله. سعره 20000. هاي الكمريات الزوج على 20000. داية طواير وفحل. الزوج على 20000 ذني. بيع وحدة. محل أبو جعفر دايات كمريات ذني. عنابر سرة الزوج على 75000. عنابر سرة الزوج على 75000. عيون صفر، اظافر سود، ذيل ازرق. شاهد اخواننا الاعزاء هاي العنابر. عنابر سرى الزوج 75000. مو سعر نهائي، يسهل لكم ان شاء الله. محل ابو جعفر حمام بالخانات عند الزوج على 35 وعند الزوج على 50. كل من بسعره. بي الزوج 35 وبي الزوج على 50. شاهد اخواننا الاعزاء هذا حمام الخانات. بيهن شداري، بيهن دسبوليات، بيهن علوانيات. كل من بسعره. شاهد اخواننا الاعزاء الزوج على 50، الزوج على 35 ومو سعر نهائي ان شاء الله. هذني تورم كعكلات. هذني ايضا مكعكلات. شاهد يا طيبين. هذني حباري. الزوج على 35، الزوج على 50 ومو سعر نهائي. ذني بصافر.
ذني ولايف ويبيع من عندهن المعوز طيرة معوز فحل. زوج على 30 زوج على 30 وياهن زوج زبيريات بصمة طيرة وفحل الباقيات شذاري هذني زبيريات بصمة وياهن باقيات الشذاري الزوج على 30 الزبيريات البصمة بخمسة وعشرين ألف طيرة وفحل ذاك الفحل وهاي الطيرة شذاري الزوج على 30 حال اخوانا الطيب سيد احمد الله يسعدك سيد شلون اخبارك يا طيب مرتاح ان شاء الله عيني الزوج على ايش قد ذني عنابر هذني ب 60 الف عنابر سرة شوكيات ذني شموهن عنابر شوكيات اختصاص بالحمام عنبر سرة الشدري العلواني الدسبولي طيب اخونا سيد احمد سوق الملحاني عيني دني الشذاري هذني ب 75 الف 75 الف ما شاء الله لا قوه الا بالله مواصفات دني اخواننا الاعزاء حبيبي دني علوانيات دني علوانيات دني 75 الف تور علوانيات يسموهن بيدني دسبوليات هذني 100 الف مبيضات ناعمات ذني مبيضات ما شاء الله هذني يسموهن دسبوليات طيرة وفحل مثل ما تشاهدون ذني حبيب حبريات هذني ب50 بزارق رعاشات رعاشات هذني حبيب بيضات اول بيضه ذني هذني ب50 رعاشات والعنابر هذني 150 الف عنابر سره ما شاء الله شاهدوا النصبه مالتهن ذني حبيب هذني ب75 هذني بيت زوجهن هذني ب65 الف 65 الف انواع الحمام يم سيد احمد هنا انواع دايات اخواننا الاعزاء هذني دايات محل سيد احمد عنابر سره دسبوليات علوانيات شذاري يبدي سعر الزوج من 30 الف لحد 50 الف هذني دايه طيور دايات المعوز طيره المعوز فحل ما يقصر وياه ان شاء الله هذا الحمام اخواننا الاعزاء كلش حلوات المعوز طيره معوز فحل يبدي سعر الزوج من 30 الف لحد 50 الف هذا الحمام لا تنسون اللايك والاشتراك هذا ابو جاسم رحمه على والديك ممنون يا طيب ريسان ابو حسن بسوق المنحاني ريسان اخونا طيب الله يستر عليك ويحفظك بيدني الغنادير عجيب 40 وعجيب 50 الزوج على 40 الزوج على 50 بين وحده طفره ما شاء الله هاي طفره هاي الطفره الاحمر بعدها هاي كذيج ذيك ما شاء الله هاي متجمعات هنا الغنادير هاي الطفره الزوج على 40 الزوج على 50 هاي الغنادير الزوج على 40 الف والزوج على 50 الف بيش هذا البلبل فتشي والله الله شاهد لسانات درجه اولى ما شاء الله والله عرضه ب 75 75 الف بلبل لسانات الله شاهد يعني علق رايه مو هيك هو والقفص لا بدون قفص بدون قفص ايش قد نهايته هو ب 75 بس 75 بدون قفص بس بلبل قرايه شرط يعني مو ما شاء الله يا مره يا سان ابو حسن ليش طيور الحب والكوكتيل 30
كوكتيل الواحد على 30، طيور الحب الزوج على 15,000. سلام ورحمة الله، شلونك عمو حبيبي؟ حياك الله، رحمة على والديك. هذني الزواج. هذا الزواج للعرض فقط مو للبيع. ما عندي. وعذرونا شباب، محل ابو حسن ابو الزواج المعزل، ولا صاحبنا خابره قال تاخر. هذا العرض فقط، فاعذرونا جماعه الزواج. هذا بيت زوج هنا حبيب. هذا ب 15,000 امهات عيون السود. هذا ب 15,000. شلون سعره هذا حبيبي؟ 50. هذا ب 50,000. هذا ديتش هراتي. ديتش غالب شرطين، هذا كتل ديتش الغالب شرطين. ايش قد نهايته؟ 50. نهايته 50، ما شاء الله. مستوى حلو. خوش هراتي.